بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا باحد البساتين بمنطقة شهر كور، منطقة وسط ايران، ما مشكلة. وهذه خيرات الله الموجودة بالبستان، جمعناها جوجا سابس قيلاس. سبحان الله، ايش قد بيك تحوي؟ تقدر احوي؟ شوف باي، شوف هنا بيبي بابا. اي شوف ذاك الخرس. اي شوف هذا الخرس هسه ايش بيه. يلا هسه هويت اشتغل اشتغل يلا. حسان هذا صاحب البستان اللي قاعد هنا مهمين. هذا شوف اهل قاعد يحويانا زين. روح هاي هنا اذا تحبون، بس هذا الجوز بعد ما مستوي. اي بابا عافية. وهاي السله انا لميتها. هاي السله العزان راح شوفها. جيب لك حيل وحوي. شوف شوف مو عبالكم هناك متعجبين عندنا نوقات. اي والله لا بدوا يشلعون بيها. اي والله هاي السله اليوم تمنيت الاعزاز. وهسه لو اردت رسل تريله من انا بيها حيلها مثل رسل تريله من هاي البستان. عليها بالتليفون. خليها بالايباد احلى. ها اي يحب هو ابو طرف. يلا كافي.